لك ان قبل بدايه التمرين كان في اجتماع في الملعب مع اللاعبين، اتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ واتكلم فيه مصطفى شركي مع اللاعبين حوالي 5 دقائق عن تقديم عرض مشرف، عن بقى خلاص كفايانا بقى نتائج سلبيه، لازم يبقى في نتائج ايجابيه الفتره القادمه، لازم يكون في اداء كويس. يعني خلاص بقى يعني مجلس الاداره زعلان، الجماهير زعلانه، لازم نصالح الناس كلها، المكافئات هتكون موجوده، العبوا ادوا من غير ضغوط، ما تقلقوش من حاجه، احنا في ظهركم، وقدموا كورتكم، ما تخافوش من حد، الجماهير في ظهركم، مجلس الاداره في ظهركم، باذن الله تعملوا نتائج ايجابيه. ان بعد المحاضره استمرت حوالي من 5 ل7 دقائق، يمكن نسبه اللاعبين كابتن سيد عبد الحفيظ اخذ صالح جمعه كده في جلسه سريعه يمكن 3 4 دقائق اتكلم معاه فيها عن الفتره الماضيه، وطالبه طبعا بالظهور بشكل اقوى الفتره المقبله. يمكن الفريق عمل احماء وبعد كده مجموعات بالكره وضغط على الخصم كده في تقسيمه صغيره، والان عامل تقسيمه كبيره زي ما قلت لك، مستر شرقي وقفها كذا مره وبيصلح اخطاء اللاعبين. يمكن طارق سليمان على الجانب الاخر، تمرين حراسه المرمى علي لطفي، الشناوي، مصطفى شوبير، تمرينه ولا اروع ولا اقوى، تمرينه قوي جدا. رمضان صبحي اكتفى بالجري حوالين الملعب وتمرينات الجيم.